ثلاثة أشهر على وقف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا، والخسائر في الإيرادات زادت حتى الآن على ملياري دولار، فيما تسير المفاوضات مع تركيا باتجاهين فنيا وسياسيا. الجانب التركي يطالب بتنازل العراق عن مبلغ الغرامة التي فرضتها المحكمة الدولية أو تقسيطها على الأقل، وذلك أمر يحتاج إلى قرار سياسي من بغداد. نأمل أن يكون هناك قرار سياسي من الطرف الثلاث. أنا على علم بأن إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستعدة لتصدير النفط بالطريقة التي تم الاتفاق عليها، وحتى في الجلسات السابقة بين أربيل وبغداد كان الاتفاق على كيفية تصدير النفط، وأدرج ذلك في مشروع قانون الموازنة وثبت وشرع فيما بعد في القانون. لذلك الآن نحن ننتظر الجانب التركي، الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان تنتظر الجانب التركي، بالتأكيد نحتاج إلى قرار سياسي من تركيا. هي عاملة بشكل فاعل في تطالب أنقرة في الوقت ذاته باستيفاء الرسوم القديمة لمرور النفط عبر أراضيها، فيما ترى بغداد الطلب غير منصف، وتعد العقد التركي مع أربيل غير قابل للعمل به بعد قرار محكمة باريس. كما يؤكد الجانب الكردي أن اتفاقه تام مع الحكومة الاتحادية، وإن عليها الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإقليم بغض النظر عن نتيجة المفاوضات مع تركيا. الاتفاقات مكتملة، وحتى إدارة المبيعات ستكون على عاتق شركة سومو، وسومو أبرمت الاتفاقات، بقي تنفيذ وإطلاق التصدير يعتمد على الجانب التركي، الذي لأنه توجد شركات تركية هي التي تقوم بتشغيل الميناء ومؤسسات المنشآت الخزن والتحميل وغيرها. استضافت أنقرة وفدين من بغداد وأربيل كل على حدة الأسبوع المنصرم للتوصل إلى اتفاق يضمن استئناف تصدير نفط الإقليم، لكن الاجتماعات لم تحسم القضية. وفيما تسعى أنقرة لإبرام عقد جديد مع العراق يضمن امتيازات عقدها السابق مع أربيل، زجت بورقة ضغط جديدة خلال المباحثات تتمثل بالرسوم غير المدفوعة لعام 2014 بعد توقف الصادرات النفطية بسبب الحرب مع داعش آنذاك. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.